انخفاض تقريبا بشكل عمودي تقريبا من 5 إلى 6 أمتار في انخفاض بالمستوى نهر الفرات باعتبار السد مخزون سد الفرات مخزون الأمامي. فهذا الانخفاض بيؤدي إلى نقص توليد الكهرباء في السد. نحن بسد الفرات عندنا 4 عنفات بالعمل، هلأ من أصل 4 عنفات عم بالعمل عنفة واحدة بسبب انخفاض المياه. برنامج التقنين عندنا قاسي جدا على المنطقة، يعني من أصل 24 ساعة من غزة المنطقة 6 ساعات حسب القوانين المتفق عليها. لازم يوصلنا من تركيا أقل ما يمكن 500 متر مكعب بالثانية. هلأ من 500 متر مكعب بالثانية عم يوصلنا 200 وما دون أحيانا. في قنوات ري على نهر الفرات تقريبا، يعني إذا استمر الوضع هيك القنوات الري بدها تطلع خارج الخدمة. في بعض قنوات طلعت خارج الخدمة. في عندك مضخات مياه الشرب اللي بتغذي المنطقة، في بعض منهم طلعوا خارج الخدمة والمنطقة مهددة بالعطش. نحن بنطالب الأمم المتحدة التدخل والضغط على الدولة التركية من أجل إعطانا حصة من نهر الفرات حسب ما متفق في العام 1995 يصلنا منهم 500 متر مكعب بالثانية.